ايوه، مساء الخير، اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. انا الدكتور نبيل امين، استشاري اول المسالك البوليه وطب وجراحه امراض ذكوره او جهاز تناسلي للذكور. احنا هنتكلم النهارده عن موضوع شيق، يعني شائك جدا جدا، وهو الضعف الجنسي عند الرجال، وممكن في النص الثاني من الحلقة نتكلم عن عقم الرجال. بالنسبة للضعف الجنسي عند الرجال، انتوا عارفين العضو الذكري مكون من 3 انبوبات، انبوبتين فوق وانبوبة تحت. التحت دي بتاعت مجرى البول، ملناش دعوة بيها، انما الانبوبتين اللي فوق دول هم المسؤولين عن الانتصاب. دول مليانين نسيج كهفي، يعني زي الاسفنجة كده بالظبط، وكل انبوبة فيها شريان. كويس، الشريان ده بيتفتح ساعة الإثارة وبيدخل كمية دم جامدة جدا جدا بتملى النسيج الكهفي، وبالتالي النسيج الكهفي يحصل له امتلاء بكمية كبيرة من الدم. الأوردة بقى اللي بترجع الدم دي بتقفل، الصمامات بتاعتها بتقفل، فتحبس الدم جوه العضو، يدي قوة انتصاب 100%. المفروض بقى ان الشريان ده يبقى سليم، ان المفروض الاوردة تبقى الصمامات بتاعتها كويسة، تمام كده. النسيج الكافي برضو ما يبقاش فيه تليفات. برضو ما ننساش ان فيه فوق العصب اللي بيدي اشارات من المخ للمكان ده، عشان خاطر يقول له افتح البوابات، تفتح الدم يروح داخل يعمل ايه الحالة بتاعتنا. لو كان فيه الشريان ده يعني في تصلب شرايين، زي الناس اللي عندها ضغط او يعني تصلب في الشرايين، تمام، ده ممكن يؤدي الى ضعف النصاب. لو الاورده اللي هي بترجع الدم دي ما قفلتش الصمامات بتاعتها، ممكن يحصل حاجه اسمها تسرب وريدي، زي كنت تسمعه كتير قوي يقول لك انا عندي تسرب وريدي من الصمامات بتاعت الاورده دي. لو العصب بتاع العضو ده برضو في مشكله، لو واحد عنده سكر او ضعف في توصيل الاعصاب، ممكن برضه ما يديش الاشارات اللازمه اللي تخلينا يعني نبقى كويسين في الموضوع ده. الحاجات دي مهمه جدا جدا في تشخيص الضعف الجنسي عند الرجال. طبعا في دلوقتي اجهزه حديثه جدا جدا، يعني في عندنا جهاز اسمه ده بيشتغل بالكمبيوتر. الجهاز ده تمام كده اهو، ده الجهاز ده بننيمه مع العيان بالليل، وبيعرفنا اذا كان الراجل ده عنده ضعف ولا لا، واذا كان الضعف ده سببه نفسي ولا عضوي. شوف يعني بيفرق بين الحاجة النفسية والعضوية، وبيقول لنا في الاخر الشرايين والاوردة بتاعته شكلها ايه. لو عملنا الحكايه دي، لو عنده سبب نفسي، ودي حاجه تبقى قليله جدا، كان زمان الاسباب النفسيه كانوا بيقولوا ان هي 95%، طلع الكلام ده غلط. دلوقتي الاسباب العضويه هي اللي 95%، 75 ل 95%، تمام، وممكن يبقى سوبر ادد عليها السبب النفسي. فنروح مدخلينه على جهاز تاني اسمه كالر دوبلكس التراسونوجرافي، اللي هو ده بيقيس لنا كفاءة الشريان اللي بيعمل انتصاب، تمام كده. ده الجهاز ده بيقيس لنا كفاءة الشريان اللي بيدخل دم، وقوة الصمامات بتاعت الأوردة، وبيعمل لنا مسح للنسيج الكهفي إذا كان فيه تليفات ولا لا. كويس، وبعدين في جهاز ثالث، ده بيقيس الكفاءة العصب بتاع العضو نفسه، وبيقول لنا العصب ده قوته قد ايه. وبالتالي دلوقتي عندنا ال3 حاجات اللي هي العصب والشريان والوريد، دول كلهم بنعرفهم وبنعرف نشخص الحالة بالظبط. معظم الحالات اللي عندي بيجيلي 80% منها بياخدوا علاج، والادوية اللي انتوا عارفينها طبعا اللي هي الحبة الزرقاء. في 3 انواع طلعت من الادوية دي. كان الاول بيجربوا الادويه دي على الناس اللي عندها ضعف في الشرايين بتاعت القلب،
خدت بالكم؟ وبعدين لقوا ان بعض الناس دي الانتصاب عندهم بقى حلو، ما كانش عندهم انتصاب قبل كده. قال لك يا عم سيبك بالقلب بلا بتاع، احنا نشتغل على ايه، على الموضوع ده. وطوروا فيها الادويه دي بتعمل ايه لما الواحد يحصل له. انا اشرح لكم الموضوع بالظبط عشان في حتى دكاتره مش عارفين الادويه دي بتشتغل ازاي. الواحد لما يحصل له اثاره بتطلع ماده اسمها ناتريكوسايد، دي بتوسع الشرايين وتوسع الايه او بترخرخ الشرايين عشان تدخل الدم جوه النسيج الاسفنجي، تمام كده. في كل واحد فيه انزيم اسمه دايفوسفوستيريز انزيم، الانزيم ده بيقعد يكسر على طول، يكسر الايه الاثاره دي، كويس. لو الواحد عنده شويه اثاره قليله خلاص كل الانزيم هيروح مكسرهم، يحس ان هو عنده ضعف، كويس. انما الشباب بيبقى عنده اثاره كتير جدا جدا، لو الانزيم ده كسر شويه صغيرين منهم يعني ما يحصلوش مشكله. ولذلك انا بنصح برضو الشباب ما يستعملوش الدواء ده حتى ولو على التجربه. ليه؟ لانه ممكن ما توقف الانزيم ده الاثاره الكتير دي ما تروحش، والواحد يفضل منتصب انتصاب دائم مؤلم، وممكن العضو يتقطع بعد كده. فانا بنصح الشباب ما يجربش الادويه دي الا اذا كان الدكتور بيقول له انت محتاجها. في ثلاث انواع من الحاجات اللي بتاثر على الانزيم ده اللي بتوقفه. اول حاجه اسمها فردنا، اسمها ايه، اسمها سيلدينافيل، اللي هي الحبه الزرقاء، تمام كده. دي بتشتغل لمده 6 ساعات وتشتغل بعد ساعه، بس لازم تكون على معده خاليه، ودي يعني القرص 100 ملي جرام. في بقى نوع تاني اسمه فردنافيل، القرص 20 ملي جرام بس، يعني مش 100، تمام. ودي يعني دي الميزه اللي فيها. وبرده بيشتغل 6 ساعات وعلى معده خاليه، ويتاخد ايه قبل الجماعه بساعه. في نوع ثالث اسمه تدلافيل، اللي هو الحبه الصفراء دي. انا ما بحبش ان انا اقول يعني اسامي تجاريه، لان يعني عشان القناه هنا تحاسبنا على الايه، على الاعلان ده يعني. فالتدلافيل ده بيشتغل 36 ساعه. خلي بالكم الحته دي، واحد يقول لي انا باخد الحبه الصفراء دي وحلوه، بس غلط. ليه؟ لان دي بتشتغل 3 ايام. افرض انت راجل كبير هتقعد تشتغل 3 ايام، ما ينفعش. يعني دي ممكن تنفع للشباب، انما لو واحد كبير في السن ما يصحش ان هو ايه ياخد الحبايه دي خالص. دي بتشتغل 36 ساعه وبرده نفس الايه النظام بتاع الحبوب اللي قبل كده، تمام. افرض بقى ان واحد قعد شهر كامل ياخد في الحبوب دي وما ادتش نتيجه، تمام، ولقينا عنده تسرب وريدي او ضعف في الشريان، يبقى ده لازم نعمل له عمليه. العمليات دي كان زمان بيقول لك ايه. ايوه في اتصال. الو الو، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا يا حبيبي. والله حضرتك الواحد بيمر بظروف نفسيه سيئه بسبب أيوة. اللي هي العلاقه الحميمه يعني وكده، تمام. فبيحصل حاجات كده يعني ايه مش طبيعيه. بيحصل ايه يعني؟ يعني الموضوع ما بيوصلش بيضعف شويه يعني. نعم بيضعف شويه. مظبوط كده. فمش عارف ده بسبب مثلا ايه الاسباب بتاعته يعني. حضرتك يعني لازم تكشف، تمام، لان السبب ده انا هقوله دلوقتي اهو، ويعني هقول لكم كلام حلو جدا جدا عن الايه، ان الراجل ازاي يتكيف مع مراته يعني. طيب نكمل دلوقتي. لو الادويه دي ما ادتش نتيجه، يبقى في حل تاني اللي هو عمليات. كان زمان يقول لك ايه، سنه 86 طلعت واحد كده اوروبي مخمخ كده عمليه، قال لك والله ما دام الاورده هي اللي بتسرب، ما نربط الاورده دي وممكن ان احنا ايه يعني نتلافى العلاج ده. طلع ان ايه، ان العيب مش في الاورده، لا ده جوه النسيج الكهفي نفسه. هم مش فاهمين الحته دي. فايه، كل العالم ربط الاورده وكل العمليات فشلت، واللي ما فشلش بعد 8 اشهر فشل. فانا انصح اي حد يقول له هعمل لك ربط اورده، يبعد عنه، لان الموضوع ده ايه، خلاص قتل بحثا، وعرفنا ان احنا ما بديش نتيجه. ايه الحل بقى الكويس المناسب؟ بنزرع دعامه داخل العضو، داخل النسيج الكهفي. دي بتدي قوه انتصاب 100%. الدعامه دي خامله لا تتفاعل مع جسم الانسان، وبالتالي ان هي بتفضل معاه على طول. والدعامه دي انواع،
في نوع اسمه مرن، الدعامة المرنة دي وهو يعني ماشي كده يروح تاني كده، فيبقى العضو مش باين ساعة اللزوم، بيفردها كده يفضل مفروض ما يتناش، دي الدعامة المرنة. خدت بالكم دي الدعامة المرنة عبارة عن أنبوبتين من الميديكال سيليكون وجواها كور من الفضة، دي بتدي قوة ممتازة تمام ساعة الايه الممارسة نفسها. بعد ما يخلص بيروح تاني العضو كده فما يبانش، ساعة اللزوم بيفرد الدعامة دي كده بايده كده ما تتناش، يفضل شغال ساعة ساعتين زي ما هو عاوز، فوق تحت شمال يمين زي ما هو عاوز، وحتى لو قذف بيفضل منتصب برضو. انا بعمل حاجة تكنيك جديد ان انا بحافظ له على النسيج الكهفي والشريان. في دكاترة بتعمل طرق تانية انها ممكن بتدمر النسيج الكهفي والشريان، فالواحد يحس ان هو ايه يعني مركب خيارة كده، مش حاجة طبيعية. لا، ده الدعامة اللي انا بعملها بعد ما حافظ على النسيج الكهفي بتدي قوة انصاب 100%، والدم بيدخل حوالين الدعامة بيدي حرارة للزوج والزوجة، يبقى ايه يحس ان هم طبيعيين تمام. في دعامات تانية اسمها ايوه. في اتصال. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازيك والله حضرتك ايه، منور الشاشه والله، وحشتنا. الله يخليك يا فندم، اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الحمد لله، تحت امرك. عايزه والله يا دكتور زي ما حضرتك كده بتقول نصايح للرجاله وبتنصحهم، عايزين حضرتك تقول لنا نصايح بقى للبنات اللي مقبله على الجواز، يعني حاضر. انا داخله على جواز وكده وعايزه نصايح، يعني اعرف هعمل ايه وهتعامل ازاي حاضر وكده يعني. ماشي يا امل، حاضر. حضرتك ايه، رجعت تاني على قناه الصحه؟ باذن الله الحمد لله. طيب يا دكتور، نستنى ان شاء الله نسمع نصايح حضرتك باذن الله ونستفاد من معلوماتك. شكرا يا فندم، شكرا شكرا. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. في نوع تاني من الدعامات عباره عن انبوبتين لهم يعني حاجه معينه، تكنولوجيا معينه تانيه خالص، وفي بلب دي بتزرع جنب الايه؟ جنب الخصية، ما بتبانش يعني داخل الكيس الصفن. لما بتدوس عليها ثلاث مرات كده تدي قوة انتصاب 100%، كويس. بعد ما يخلص بقى يقعد ساعة ساعتين منتصب، يروح كاسر العضو ويعد من واحد لإيه لسبعة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، خلاص العضو بقى ايه طري ويرجع الانتصاب بتاعه زي ما كان. وفي بقى دعامات تانية، في دعامة زي دي كده انبوبتين وبلب في الكيس، عاملة تبقى كأنها خصية تالتة، برضو الواحد يدوس عليها مرة او مرتين تدي قوة انتصاب 100%. بعد ما بيخلص بقى لها تكنيك تاني، انه بيدوس عليها ويدوس على الصمام بتاعها من تحت، يروح ايه مفضيها، فبالتالي ايه بتبقى ديفليتد، الانتصاب بيروح. في اتصال. ايوه استاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا حبيبي، ازي صح. والله يا دكتور انا عندي مشكله مقرقاني جامد وعملت لي شويه مشاكل جانبيه كمان. اؤمر. انا عندي سرعه قصف. تمام. وبعدين توصلت الى اشياء طبعا بتعالج مؤقت. اي زي ايه؟ وهي تحديدا الترامادول. لا. بقيت اخد ربع ترامادول. اي. طبعا عمل لي مشاكل. تمام. ويعني مشاكل، حتى مشاكل جسميه. ايوه صح. فبماذا تنصحني او اضفين؟ هقول لك انا، اول طبعا عاوز اشوف حضرتك لان انا هشرح الموضوع ده دلوقتي. احنا خلصنا الدعامات، في دعامة تالتة دي حديثة شوية، لان دي مكونة من تلات اجزاء. الجزء ده بيتزرع جوه البطن جنب المثانة، ده ريزرفوار، وبعدين الجزئين دول بيتزرعوا جوه النسيج الكهفي، وفي الايه الصمام من تحت كده ده بيتزرع جوه الايه جوه كيس الصفن. احنا بندوس عليه برضو تلات مرات، شوف بيدي انتصاب 100%. تمام.
وبعد كده بعد ما يخلص خالص لها طريقة ان احنا بندوس على البلب دي كده ونكبس العضو فيروح مفضي، شوفه فضي خالص وبيرجع ايه فلاس التاني ما فيش انتصاب. الدعامات دي انا عملتها كلها وعملتها كلها بنجاح تام. ايوه في اتصال يا جماعه. استاذ علي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا يا دكتور، ازي الصحه؟ ايوه استاذ علي. بحرك احنا عايز افصل من حضرتك على مشكله حصلت لاخويا. ايوه. ان هو حصل له اصابه في العمود الفقري في الحبل الشوكي. تمام. هو حرك رجليه وكل حاجه بس عنده مشكله في العلاقه الذريه، يعني مش حاسس بمنطقه الجلد. بقالها قد ايه دي؟ بقالها سنتين. طيب هو بيتحكم في البول كويس؟ بيتحكم كويس، كان الاول ما بيتحكمش بس بدا يعني يحس بالميه وكده، بس المشكله في الجماع ما بيحسش بالقضيب. يعني بيركب قسطره ولا حاجه عشان خاطر البول؟ لا مش بيركب قسطره. يعني بيتبول عادي يعني؟ بيتبول عادي. ويتحكم في البول عادي؟ بيتحكم في البول. انت ساكن فين؟ في اكتوبر. في اكتوبر. حضرتك تيجي لي بكره او بعده؟ من الفيوم بس بشتغل في اكتوبر. نعم؟ من الفيوم بس بشتغل في اكتوبر. طيب يجي لي بكره او بعده يوم الاحد او الاثنين في العياده اللي في 6 اكتوبر، وباذن الله يعني في حل جميل جدا جدا له، وهيتجوز 3 كمان غير مراته. شكرا يا دكتور. اي خدمه. شكرا. اي خدمه استاذ علي. شفتوا بقى، شفتوا قيمه العمليات او شفتوا قيمه العلاج؟ العلاج بيخلي الواحد قوي جدا 100%. دلوقتي بالنسبه للعمليات دي خلاص احنا عرفناها. كان الواحد بيسالني على القذف السريع. القذف السريع ده غلط يا جماعه ان انت تاخد ترامادول، لان الترامادول ده نوع من انواع الافيون بس بيبوظ خلايا في المخ دايما، يعني لو خدته كميه كبيره يبقى خطر عليك وممكن يعمل ضعف في الانتصاب. ففي دلوقتي في ماده اسمها سيروتونين في الدم، دي لو اختلفت دي ممكن تعمل اكتئاب كمان، دي لو اختلفت ممكن تعمل قذف سريع، فممكن بندي علاج بيظبط الماده دي. وكمان لو واحد عنده ضعف في الانتصاب، احنا شوف الجهاز ده احنا بنعرف ان عنده ضعف الانتصاب او ما عندوش. لو عنده ضعف الانتصاب اول ما الواحد يحصل له اثاره لغايه لما يقذف في 4 مراحل. اللي عنده ضعف الانتصاب يروح شادد نفسه جامد كده، يروح واخد ال4 مراحل دول مره واحده ويقذف، ده مش عنده الماده دي عنده كويسه، هو يعالج ضعف الانتصاب. تمام كده. فاللي عنده قذف سريع. في حاجة تانية بقى مهمة جدا جدا، نصيحة للرجالة. الراجل غير الست يا جماعة، الراجل غير الست ازاي؟ الفسيولوجي بتاع ده غير الفسيولوجي بتاع ده، لازم تفهموا الحتة دي. الراجل أول ما يحصل له إثارة بينتصب على طول. الست بتاخد نص ساعة قبل ما إيه؟ ما تبدأ، تمام؟ فأنا بنصح الراجل إن هو يمثل عليها إن هو يعني يمثل الحب والبتاع والكلام ده كله النص ساعة الأولانية لغاية لما هي تبدا، يوم هو يبدا معاها ما يضيعش نص ساعه وانت كده، تمام. الحاجه المهمه جدا طبعا في الستات الشفايف والحلم وجنب الرقبه والثدي عند الستات، كل دي حاجات مثيره عندها. في حاجه بقى مهمه الرجاله ما تاخدش بالها منها، في حاجه اسمها البزر. البزر اللي هو زي العضو الذكري في الايه في الرجاله، طبعا ده كل الستات بيقطعوه، الناس بتقطعه لهم في الطهاره وده غلط. انا بنصح مفيش حد ايه يطهر اي بنت خالص، لان القطع ده غلط. فبس له جدر، له جدر. الجدر ده ممكن انت لو بصباعك بتحرك صباعك عليه كده لغايه لما يجمد زي ايدي كده، زي صباعي كده، يبقى هي بدات، يبقى انت بقى تبدا الاثاره بتاعتك. مش هتاخد انت وهي اكتر من 10 دقائق ومش هيحصل قذف سريع ولا حاجه، او العضو بتاعك مش هيرتخي تاني. شوف دي النصيحه دي ما حدش 90% من الرجاله ما يعرفوش الكلام ده، فارجوكم اعرفوا المواضيع اللي هي بتاثر في الزوجه، وفي نفس الوقت ان انت لازم تبقى عارف او هي برضو تبقى عارفه الكلام ده كله. برضو في واحده بتسالني عن يعني البنات تعمل ايه. انا رايي وهم مولودين ما يصحش تطهروهم، دي نمره واحد.
بس لو طهرت خلاص احنا قلنا الجدر بتاع الايه بتاع البزر ده موجود اللي هو بيعمل اثاره جامده جدا. البنت مع يعني ما عليهاش اي حاجه ان احنا ننصح فيها اي حاجه, انما هي تنقي الراجل كويس وهي وحظها بقى يعني ممكن اختار يبقى واحد زي عبد الحليم حافظ كده. بس لما نشوفه تلاقيه ما فيش حاجه خاصه, انا شفت حالات كتير زي كده فهي وحظها بقى. طبعا انا عندي الاجهزه دي اللي هي بالكمبيوتر بتشتغل بالكمبيوتر بتعرف الراجل ده كويس ولا لا, لو هي قدرت تجيبه لنا عشان خاطر ان احنا نشوفه ماشي زي بعضه يبقى هي جدعه, انما طبعا بتتكسف تقول له تعالى اما اشوفك ولا الكلام ده. بس دي حاجه مهمه والله في الايه في الجواز. احنا خلصنا دلوقتي موضوع النواحي الجنسيه او العلاقات الجنسيه بين الرجل والست. ننقل للموضوع الثاني اللي هو العقم عند الرجال. 50% من الحالات بتبقى سبب الراجل و 50% بتبقى الست, وممكن في حالات مشتركه بين الاثنين. يعني لو واحد متجوز مش لازم من اول يوم كده يقول لك انا عاوز اشوف الخلفة بتاع, ممكن يفضل لغايه 8 اشهر او سنه بعد كده يفكر ان هو ايه يفكر في الموضوع ده. يعني ليه؟ لان في بعض الناس ممكن يقعد 3 اشهر 4 اشهر لغايه 8 اشهر ما يحصلش وممكن يحصل بعد كده. فاحنا ما نقعدش بقى نروح للدكاتره ويقعد يقول لنا عندك كذا وعندك كذا ويبهدلنا الدنيا. امتى بقى او انت تعمل ايه؟ المفروض الراجل اللي هو يبدا. ليه؟ لان احنا بنقول له هات تعال اعمل تحليل سائل منوي, تمام كده؟ ده ببساطه تحليل سائل منوي يكفي ان احنا نبدا في الموضوع ان هو ينزل كميه سائل منوي بس ونفحصها. السائل المنوي في بقى يقعد ناس يقول لك اللي زوجه الصديد اللي مش عارف ايه, كل ده كلام فارغ, تمام؟ الاهم حاجه العدد الكاونت في السنتي قد ايه, دي نمره واحد. نمره اتنين الحركه الموتيليتي بيتحرك في الساعه الاولى قد ايه, انا يهمني الساعه الاولى بس, تمام؟ ومش الحركه بس, لازم الحركه المستقيمه. يعني في حيوان بيقعد يتحرك حوالين نفسه كده ده زي قلته, انما الحركه المستقيمه هي دي اللي ايه اللي تهمني كام في المية. وبعدين اهم حاجة اللي مفيش حد بياخد باله منها اللي هي الابنورمال فورمز اللي هي الحيوانات المشوهة. الحيوانات المشوهة دي مهمة جدا, المفروض ما تزيدش عن 15 او 20%. للأسف ان بعض دكاترة امراض النساء يقولك لغاية 93% مشوه ممكن يجي. غلط يا جماعة, ممكن لو الطفل مشوه الرحم فيه سنسور يقولك الطفل ده مشوه يروح منزله هيحصل لها ايه؟ اجهاض متكرر كذا مرة. غلط الكلام ده, حتى لو عمل له تلقيح مجهري برضو يا اما يطلع طفل مشوه او ما يكملش لازم نشوف الراجل اول, لازم نصلح الراجل. ممكن لو صلحنا الراجل في منتهى البساطة يخلف طبيعي, مش لازم لا تلقيح مجهري ولا اخصاب ولا بتاع ولا الكلام ده, تمام كده؟ وبعدين لو انت شفت التحليل السائل المنوي, تحليل السائل المنوي زي كل القوانين دلوقتي قبل ما حد يتجوز بنعمل تحليل سائل منوي للراجل نشوفه الاول عشان اللي هتتجوز تعرف مستقبلها في ايه. ممكن ما يكونش عنده حالات منويه, واللي ما عندوش حالات منويه بيبقى لها اسباب وممكن اسباب بتتصلح. يعني انا عندي ناس ما كانش عندهم حالات منويه او 10,000 مثلا مش ملايين ولا حاجه وعالجتهم وخلفوا لغايه دلوقتي, اللي خلف اثنين واللي خلف واحد اللي خلف ثلاثه الحمد لله, يعني نتائج كويس. فالمفروض ان الواحد الراجل يبدا بنفسه. ليه؟ لان الراجل موضوعه سهل, لو التحليل بتاعه سليم نشوف مراته بقى, تمام؟ بيبقى عندها تكيس مبايض, عندها مش عارفين نعمل لها صبغه بتاع الامراض النساء دي, هم عارفين الكلام ده احسن مني. وبعدين برضه نصيحه, ما يصحش دكتور امراض نساء يعالج الايه الرجاله. ليه؟ يعني ولا بتاع امراض ذكوره يعالج الستات. انا يعني اقدر, يعني انا عارف الستات لان انا اشتغلت امراض نساء قبل كده وانا صغير, تمام؟ بس ما استمرتش بقى فيها, انما يعني امراض ذكوره انا خدت دكتوراه في الموضوع ده لما كبرت وسافرت بره وتعلمت بره والكلام ده في نفس مجالي فعرفت احدث حاجه, انما بتاع امراض نساء وقف عند مرحله البكالوريوس او يعني ما يعرفش حاجه بعد كده وبيقلد روشتات وخلاص, وده غلط الكلام ده. يعني في ادويه يا جماعه, مثلا ابص الاقي واحد كاتب لك ايه تستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره, ده كلام خطير. يعني هرمون الذكوره ده يا جماعه
مش ثابت في الدم زي جميع الهرمونات، لا ده بيطلع وينزل ويطلع وينزل، حاجه اسمها سيركاديان ريزم. تمام، افرض انا حللته هو واطي واقول ان هو واطي، لا غلط، ودي له هرمون. الهرمون الذكوره بيطلع من الخصيه اصلا، فلو الخصيه لقيتك بتديهوله من بره تقول لك والله ما انا مطلعه، والخصيه تقف، والخصيه تقف في حاجات كتير وتعمل لك مشاكل. لو واحد كبير زي كده مثلا خد الهرمون ده ممكن تعمله سرطان في البروستاتا، في منتهى الخطوره يا جماعه. الهرمون ده انا شفته، يعني شفت ناس عندها كميه عاليه جدا من الهرمونات في الدم بياخدها، وده حرام يعني. يعني ما يصحش اي حد ياخد هرمون الذكوره بدون ما يحلل. وبعدين بلاش التحليل، في حاجه اسمها السكندري سيكسوال كاركتر اللي هي الاعراض الثانويه لهرمون الذكوره، اللي هي الشنب والدقن وصوت التخين. لو دول موجودين على الواحد ما تحللوش، ما تحللوش خالص ولا تديه، احسن لك. تمام، لان عشان ما يحصلش ايه المشاكل اللي انا قلتها دي. تمام، وبعدين لو واحد بقى مالوش شنب وده صوته رفيع زي عبد الحليم حافظ كده، ايوه ده ممكن افكر ان انا احلله هرمون ذكوره الصبح وبالليل، ونعرف لو هو محتاج مثلا هرمون نديهوله. تمام، انما واحد عنده الاعراض الثانويه بتاعت الذكوره موجوده وتديله هرمون في منتهى الخطوره، فكده الراجل يعني اول حاجه ان احنا نحلله. تمام، لو عرفنا ان هو تحليله الابنورمال فورمز مثلا لو كانت كتير، دي دينوتس ايه؟ دي دينوتس ان في عنده مثلا دوالي في الخصتين. طبعا من اسباب العقم عند الرجال ممكن الخصيه ما تشتغلش، او الوعاء الناقل مسدود او مش موجود، او مسدود من الاخر من عند الايه البروستات. تمام، لها تحاليل ولها اشعاعات نعرف او بالكشف نعرف الكلام ده كله. بس اشهر حاجه في العقم عند الرجال اللي هي دوالي الخصتين. يعني ايه دوالي الخصتين؟ احنا في هنا الشريان بتاع الخصيه بيطلع من هنا من تحت الحجاب الحاجز من البطن، ويفضل ينزل 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 لغايه تحت ايه لغايه الخصيه، ده اللي بيغذي الخصيه. تمام، وده رفيع زي الفات لو خلي بالكم من الحته دي. وبعدين الدم بيروح راجع ياخد بقى السموم والكلام والهرمونات والحاجات دي ويرجع للبطن. التمبريتشر او درجه الحراره بتاعت البطن عاليه جدا 38، ايوه. ففاضل ايه؟ يعني دلوقتي الخصتين ربنا خلقهم خارج جسم الانسان عشان ايه؟ عشان تبقى بارده شويه. تمام، ابرد 3 4 درجات. طب لو الدم ده الاورده دي رجع تخنت كده ووسعت، الصمامات بتاعتها بتبوظ، فترجع الدم السخن من الخصيه للايه؟ من البطن للخصيه تسخنها. تمام، فلما تسخن زي ما عندك عربيه الرادياتير بتاعها مش مظبوط، درجه حرارتها عاليه، تقفش. تمام، ما تشتغلش كويس. الخصيه برضو في نفس الحاله دي ما بتشتغلش كويس. تمام، فاحنا لازم نعمل عمليه الدوالي. الدوالي دي بقى بتبقى اورده وريد او اتنين موجودين بيبقوا يعني مريضه، فاحنا بنستأصلهم، بس بقى لازم بالميكروسكوب. انا بعملها بالميكروسكوب، بيكبر لي الدنيا اللي زي الفتله بيبقى تخن صباعي كده، وبالتالي بنعرف ان ايه ان ده هو المريض، وبنعينه ونستأصله وما نعينش بقيه الاورده، ونخلي بالنا من الشريان اللي زي الفتله ده بيبقى رفيع جدا، رفيع جدا بيبقى تخين قدامنا، وبنعرفه ونتحاشاه، ونتحاشى الاوعيه الليمفاويه، لان لو قطعناها تعمل قيله مائيه ثانويه وبرضه تعمل نفس تاثير الدوالي. تمام كده، فالدوالي لازم نخلي بالنا ان هي 35% من الاسباب بتاعه الايه. وبعدين خلي بالكم لو انت قطعت الشريان ده في العمليه، لو عملتها من غير ميكروسكوب الابنورمال فورمز بتعلى قوي، لو عرفت انها علت قوي تعرف ان العمليه دي حصل فيها مشكله، وبالتالي يعني يبقى حرام عليك ان انت وزيك بتوع امراض النساء بيخافوا من العمليه دي عشان الناس اللي بتشتغلها غلط وبتاع. فالمفروض ان الناس تتعلمها كويس، ما يعملوهاش زي زمان ان هم ممكن يقطعوا كل حاجه، ولازم يشتغل يتعلم ياخد ديجري في الايه في الميكروسكوبك سيرجري، بحيث ان هو يعني يعرف ازاي يشتغل في الاماكن دي. وطبعا انا يعني تقريبا غطيت المواضيع كلها، وانا يعني بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.